محجوب أمر التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة وبالقيادة العامة للقوات المسلحة. بداية سيادة اللواء أهلا بك. عمليات التأمين وحلحلة جميع مشاكل المنطقة الجنوبية في إطار سعي القيادة العامة للقوات المسلحة، ضعنا في تلك التفاصيل. لا شك أن الجنوب له أهميته الخاصة، وهناك تعليمات دائمة من سيد القائد العام بمتابعة هذه المنطقة الهامة والحساسة، خصوصا وأن الجنوب كما يعلم الجميع لديه حدود مع أكثر من دولة نشترك في الحدود معها، وهذه المنطقة مهمة جدا للقوات المسلحة ولتأمين البلاد. أنتم عارفين أن واجب القوات المسلحة هو تحقيق سيادة الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار، ولا بد لهذا العمل أن يتم بشكل عملي وميداني، لأن هذه الأمور تحتاج إلى عمل ميداني يتم فيه متابعة المناشط المختلفة، متابعة نقاط المراقبة، نقاط الحراسة، نقاط البوابات المختلفة، الطرق، خصوصا مع نشاط العصابات التي في موجودة في طرابلس فيما يعرف بهجرة أو الهجرة غير شرعية والعمل عليها كارتزاق بشكل يؤثر على استقرار البلد ويجلب إليها العديد من المشاكل، سواء كانت أمراض، سواء كانت مشاكل أخرى لها علاقة بعلاقة ليبيا بدول أخرى، وهي تؤثر بشكل كبير أيضا على أمن الوطن في استخدامهم في كما لاحظنا وكما تبعنا استخدامهم كمسلحين ضد القوات المسلحة. يعني هناك أمور كثيرة. طيب سيادة اللواء، سيادة اللواء، أهمية تأمين المنطقة الحدودية مع دولة الجزائر، لما تشهد تلك المنطقة من توترات بعض الأحيان والتحركات المشبوهة للمجموعات المتطرفة الإسلامية هناك؟ أنا بدأت من أول الجولة حتى أصل بك إلى نهايتها أو آخر محطاتها، فتأمين هذا الخط مهم جدا لأنه يحقق أمن للمواطن في المدن الجنوب. ايضا هناك نشاط ما يعرف بالعناصر الارهابيه والتي تحاول استغلال هذه المنطقه، خصوصا مع يعني العمل على تسريب المجموعات الارهابيه وربطها ببعضها في بعض المناطق التي تنشط فيها. وفي ظل ذلك لابد من ان تكون القوات المسلحه لها يد ضاربه وتتابع هذه المساله الحساسه، خصوصا إذا ما عرفنا أن هناك تنظيمات إرهابية تعمل من هذه المنطقة، سواء كان عرفنا بوكو حرام أو الدواعش أو غيرهم من التسميات، القاعدة وقاعدة المغرب العربي وغيرها من التنظيمات التي زرعها تنظيم الأخوان في هذه المنطقة، ويعمل من خلالها على زعزعة الأمن، يعمل من خلالها على تكوين خلايا، يعمل من خلالها على نقل هذه التنظيمات من وإلى، وبالتالي فإن قوة القوات المسلحة وتواجدها وتأمين هذه المنطقة بالكامل مسألة مهمة. أيضا التعاون المشترك مع الدول الأخرى، لأن هذا أمن مشترك يجمعنا بالأشقاء وأيضا الدول الجوار في أن نؤمن بلادنا، وهذا يؤكد أن القيادة والقوات المسلحة فعلا صادقة في عملها وتقوم بتؤدي دورها. طبعا تابعتم هذه الجولة المهمة التي تؤكد أن ما يقال هو أيضا يتم العمل به على أرض الواقع. نعم. طيب أنتقل إلى مدينة سرت سيادة اللواء، ضعني في تفاصيل الدوريات الأمنية والعسكرية المنتشرة في مدينة سرت وتأمينها بالكامل، وأيضا تطبيق حظر التجول خوفا على سلامة المواطنين من تفشي جائحة كورونا هناك، أيضا الموقف العسكري والأوضاع الأمنية داخل مدينة سرت. رغم كل ما يشاع، طبعا هناك يعني تنظيم الأخوان يعمل على إصدار الإشاعات وخلق القلق من خلال هذه الدعايات المفبركة، خصوصا مع ما حصل في طرابلس انتفاضة المواطن الذي أدرك تماما خطورة هذا التنظيم وما يعمل وما يريد أن يصل إليه طيلة هذه الفترة التي يواكبها فيها الجميع، والتي
الآن تعرض حقيقة هؤلاء. طبعا يسعى بكل الطرق سواء كانت عن طريق الإعلام المضلل وغيرها، وأيضا حتى من خلال زرع بعض الأفراد وغيرها من الأمور التي واكبناها. وأعتقد في المدة الماضية تم القبض على بعض الذين يعني تم محاولة تسريبهم لخلق قلاقل. طبعا القوات المسلحة لابد لأنها يد الشعب الضاربة التي تحقق الأمن والأمان، التي تحقق السيادة، لابد أن تكون في الموعد، وبالتالي لابد من إظهار القوة والتواجد، بأن القوات المسلحة لن تسمح بكل تأكيد بإضرار بالأمن والاستقرار في كل المناطق في كل المدن، وبإذن الله حتى يعم ذلك كل البلاد من أقصاها إلى أقصاها. نحن قوات مسلحة لا نعترف بأن هناك منطقة يعني يمكن أن لا يكون فيها ذلك أو لا يتم فيها ذلك. كل المناطق لابد نعم. أن تؤمن، ولابد أن يحقق الجيش السيادة الكامل التراب الليبي إن شاء الله. هذا الذي شاهدناه في سرت، والذي شاهدناه في الجنوب، والذي شاهدناه في كل المناطق، هو عمل أصيل للقوات المسلحة تقوم به. بالتالي فإن القوات المسلحة في تعاملها مع الدول المجاورة وأيضا في داخل المدن الليبية هي تقوم بواجبها، وهو واجب وطني حقيقي لتأمين الوطن والمواطن، ومنع القلاقل، ومنع ما يسعى إليه تنظيم الإخوان الذي دائما يزرع الفوضى ويزرع ما يضرب الأسس الاجتماعي ويحاول أن لا يكون هناك استقرار نعم. عكس ما تقوم به القوات المسلحة. نعم سيادة اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.